كنت راح تنخطفون انت واختك صحيح؟ نزلت سياره بيضه، هذا ابد ما يروح المشهد من بالي، هيك ولد يعني شاب صغير نزل بالمسدس ضرب طلقات المرة كبيرة كانت لابسة عباية وهيك وقعت. يعني هسه قمنا نسمع عنك أكثر من قبل، دائما تنقطعين تروحين ترجعين، ليش هاي الانقطاعات كانت تصير؟ مضغوطة فأترك السوشيال ميديا، يعني حتى هناك بأمريكا إنه عندي أولويات الدراسة، أهلي، شغلي. شلون جتك يعني فكرة إنه أنا أريد أصير مشهورة سوشيال ميديا؟ بابا كان يريدني إلا طب، يعني خلى هذا الشيء ببالي من أنا وصغيرة. فقلت اوكي طب اذا قلت ايش نسوي مقارنه بسيطه مثلا، وين اكو تحرش اكثر بالعراق لو بامريكا؟ بس انا الحدث يعني لازم هوشي ونخنزر وشكو، يعني ما ابي شيء ابتسم عادي. شنو حالتك الاجتماعيه؟ متزوجه، مرتبطه، منفصله؟ كلش احب الصداقه، احب العلاقه الطيبه، فيجوز شافونا دائما سويه طلعاتنا وهيكي. ف اكو مشهوره كانت دائما تصور وياك، يعني يصورون سوا، يعني صرتوا ثنائي تقريبا وشفناكم فترة طويلة سوا، بعدها سمعنا انه صارت حروب دامية بينكم انت وياها. والحمد لله عرفناها وخلص طلعتها من حياتي نهائيا، واتمنى لها كل الخير وما عندي اي حقد. شو كنت حسيتي حجمك كبر بالسوشيال ميديا، صرتي انه مشهورة نقدر نقول؟ الشخصية، يعني الشخصية، المحتوى، شنو ينزل، بس الشكل يعني ماكو شكل، يعني الكل حلو. هجمة عليكم فظيعة انه انتم دخلاء، انتم حياتكم يعني عفوا تافهة، ما بيها شيء تقدموا، ما عندكم محتوى، شنو تردين على هذول الناس؟ كون مثل ما انت، لا تتعاقل وتسوي روحك فتشي.